انا كنت عاون سالم. انا كنت خدام مع مؤسسه ازون سيدي لمده سنتين، ومن بعد خدمت شاف ريبريزونتو ديال مؤسسه من المؤسسات المعروفه اللي كان عندها وزن. ودابا قبل ما نناقش هذه المساله، كاينه حاجه اخرى، ان القروض الصغرى الشكل باش بان ماشي غير عندنا في المغرب، ولا حتى في العالم كامل، هو انه كاينين شي ناس ميتين ما كيستهلكوش، ما عندهمش باش يستهلكو، ما عندهمش باش يدخلوا الابناك، ما عندهم والو. اذا خصنا الراس مال للناس الكبار اللي شادين متحكمين في العالم. كيفاش ممكن نربحوا من هذا البشر؟ غنربحوا منهم اننا نجيبوا لهم القروض ونسميوها سلفات صغرى غير ربحيه. ولكن في البدايات، انا في 2006 خدمت في البدايات، ماشي الزبناء هما اللي كيجيو عندنا باش يقلبوا على القرض، حنا اللي كنمشيو نقلبوا على الزبناء، بما فيه الرؤساء ديالنا كيقولوا لنا كل اسبوع شحال الزبون غتجي. وفي منطقه قرويه كنا مجبرين حنا اللي خدامين في التيران اننا نجيبوا 100 واحد كل اسبوع. وهذيك ال 100 واحد اللي كنهضروا عليها، اذا الهدف اللي كانوا كيقولوا لنا هما في التكوين، ما فاش كيكونونا اننا غنديروا مشاريع الى اخره، ما كاين لا مشروع لا والو. لحقاش كنجيبوا لواحد بزز ونقولوا له خذ كريدي. والبدايات الكريدي راه ما كانت لا 5000 درهم لا والو، كنا كنعطيو 500 درهم 10000 ريال. انا عطيت 500 درهم حتى عييت. خمسمائة درهم، من بعد حولناها 1000، من بعد 1500، وكنقولوا له يدير مشروع. واش 500 درهم غدير بها مشروع؟ واش 500 درهم الى اخره. وكانت الوتيره ديال السداد كانت وتيره اسبوعيه ماشي شهريه. كنا كنعطيوه اليوم، نقول اليوم الجمعه، كنعطيوه اليوم الجمعه الفلوس، الجمعه الجايه خصو يرد لنا اسبوع. اذا اش من مشروع ممكن يجيب لنا الفلوس في غضون اسبوع؟ واش من مشروع ممكن نديرو ب 500 درهم؟ هذا جانب. الجانب الثاني هو ان العقود اللي كنا كنديرو مع الناس عقود غير واضحه، ما فيهاش نسبه الفائده، باش ما فيهاش نسبه الفائده نهائيا. اشنو كنقولوا؟ كنقولوا لي خدا 10000 درهم، ها شحال غترد في الشهر؟ الواحد بغى الفلوس ما كيردش باقي الحوايج، بما فيه كنا كنديروا عقود وفوتوكوبي ديالهم ما واضحاش وما مقروءاش. ماشي الفوتوكوبي، ماشي حنا اللي كنديروها، الناس ديالنا على المستوى الجهوي كيصيفطوا لنا الكونترا، النموذج الكونترا، كنا كنعمروها غير بليد. هذه المساله ديال الناس اللي ما كيديوش والمحامي الى اخره، في المرحله فاش خدمت ما كاين لا محامي لا والو، بما فيه كنا كناخذوا ناس ينتحلون صفه المحامي وكنهزوا بهم الناس. هذه دارت، هذا واقع. حاجه اخرى، كنغرقوا الواحد ما كيقدش يخلص، كنعطيوه قرض اخر باش يخلص مال القرض الاول ونبقاو تابعينو عاود من جديد. كيتسمى عندنا، كيقول لك كمثال عندك قرض ديال سنه، المده ديالو سنه، وصلات عام وشهرين، ما استطعتيش انك تجيب القرض كامله، عطيه قرض اخر يخلصك به القديم وبدا عاود ثاني معاه من جديد. باش يبقى، كنسميه راكتيف، يبقى عضو نشيط ديما، قد ما كان عضو نشيط ديما قد ما كناخذ الفلوس اكثر. وشحال كنا كنتخلصوا حنا كاعوان سلف؟ كنا كنتخلصوا 2000 درهم.